هنا هناخد تأثير كتلة الأجسام في التصادم. بيقول لك تأثير سرعة الجسم على التصادم، ده احنا خدناه في النشاط اللي فات، وعرفت انه كلما زادت سرعة الجسم زاد الضرر عند التصادم. يعني لما الجسم يكون ماشي بسرعة كبيرة، لو خبط في حاجة يبقى الضرر بتاعه هيزيد عند التصادم. بيقول لك بقى في هذا النشاط سوف نكتشف تأثير كتلة الجسم على الضرر الناتج عند التصادم. المرة دي بقى هناخد تأثير الكتلة مش تأثير السرعة. قارن بين الضرر الناتج عن تصادم شاحنة بجسم ما والضرر الناتج عن تصادم سيارة صغيرة تسير بنفس السرعة بنفس الجسم. بص كده معايا، دي عربية تريلا كبيرة اهي، شاحنة خبطت في جسم، هو ليكن العربية اللي قدامها دي. بص التأثير هنا عامل ازاي، طبقت العربية دغدغت. اما بص كده عربية ملاكي عادية هي خبطت في عربية قدامها اهي، هنا برضو اثرت فيها بس ايه الشنطة اللي ورا بس، لكن شوف هنا فرمت العربية. تمام، يبقى هنا في مين فيهم الاكتر ضرر؟ قال لك الشاحنه طبعا يا مستر، لما دخلت في عربيه تفرتكت العربيه قدامك ايه. يبقى هنا كل ما زادت الكتله يزيد الضرر الحادث عند التصادم، وكل ما قلت الكتله يقل الضرر الحادث عند التصادم. يبقى هنقول له بقى نلاحظ ان كلما كانت المركبه كبيره الكتله زاد استهلاكها للوقود. يبقى اول حاجه بتستهلك بنزين كتير، ولما يزيد استهلاكها للوقود يزيد كمان طاقة حركتها. طيب إذا كان هناك شاحنة تزن طنا، يعني لو كان مثلا عندي شاحنة عربية كبيرة مثلا وزنها طن، فإن لديها نصف مقدار طاقة الحركة لشاحنة تزن طنين. هل هتجيب الشاحنة اللي وزنها طن زي شاحنة تانية وزنها طنين 2 طن؟ لا طبعا، الاتنين طن هيكون أكبر في الكتلة طبعا. طب وفي نفس الوقت لو كانوا الاتنين ماشيين بنفس السرعة، يعني لو جبنا عربية طن وعربية تانية 2 طن، تمام، والاتنين ماشيين بنفس السرعة، دي بسرعة 50 ودي بسرعة 50، هل الاتنين هيبقى لهم نفس الضرر عند اصطدامهم بأحد الأجسام؟ لأ طبعا، الشاحنة الكبيرة اللي هي الاتنين طن هيبقى تأثيرها أكبر لأن كتلتها أكبر. يبقى هنقول له تسبب المركبات ذات الكتلة الكبيرة أضرارا هائلة عندما تصطدم بشيء ما مقارنة بالمركبات صغيرة الكتلة إذا تحركتا بنفس السرعة. يبقى لو الاتنين ماشيين بنفس السرعة يبقى العربية أو الشاحنة اللي كتلتها أكبر هي اللي هتسبب ضرر أكبر لأن كتلتها أكبر. طيب فمثلا بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك إذا اصطدم شخص بدراجة تسير بسرعة 50 كيلومتر على الساعة، يعني لو شخص خبط في عجلة، العجلة دي ماشية بسرعة 50، فهو على الأغلب سينجو، يعني مش هيجرى له حاجة. وإذا اصطدم بسيارة تسير بنفس السرعة، طب لو خبط بقى في عربية ماشية بنفس السرعة ديت، قد تتسبب في خطورة على حياته. ليه؟ هنقوله لزيادة طاقة الحركة بتاعة السيارة عن طاقة الحركة بتاعة الدراجة. ليه برضو؟ قالك لأن كتلة السيارة بتكون أكبر من كتلة الدراجة، وكل ما زادت الكتلة تزيد طاقة الحركة، تزيد طاقة الإيه؟ الحركة. طيب نكمل على كده، بيقول لك قيم نفسك. يلا كده نقيم نفسنا. بيقول لك اكمل العبارات الاتيه بما ترى مناسبا. رقم واحد، كلما زادت كتله الجسم نقط طاقه حركته، كل ما تزيد الكتله قلنا تزداد، يبقى نكتب على النقط هنا تزداد طاقه حركته. رقم اتنين، عند التصادمات العنيفه تتحول جزء من طاقه الحركه الى طاقه نقط او طاقه نقط. يبقى لما بيحصل تصادم عنيف بتتحول جزء من طاقه الحركه الى طاقة حرارية أو طاقة صوتية أو طاقة إيه؟ صوتية. عندي بعد كده رقم 3، بزيادة القوة المؤثرة على جسم، لما بتزيد القوة اللي بتأثر على جسم نقط طاقة حركته، هنقول له تزداد طاقة حركته. طيب رقم 2، يجي يقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. رقم 1، تزداد قوة التصادم بزيادة سرعة الأجسام، أيوه فعلا بزيادة السرعة تزيد قوة التصادم. رقم 2، عندما تتصادم سيارتان من الخلف، يبقى عربيتين خبطوا في بعض بس من الخلف، يزداد الضرر عن تصادمهما من الامام. يعني لو عربيتين ماشيين في نفس الاتجاه، ده كده ماشي والتاني جاي من وراه وراح جاي طخ خبط فيه، قال لك الاتنين كده هما ماشيين في نفس الاتجاه الضرر بيبقى اقل شويه. يبقى نقول له ما بيزيدش بقى، هو بيقل، طالما من الخلف يبقى يقل الضرر عن تصادمها من الامام. اما لو جايين عكس بعض كده، يعني لو ده جاي كده وده جاي كده عكسه وطق خبطه، قال لك هنا الضرر يكون اكبر، وده بيتوقف على سرعه الجسمين. يبقى هنا هنقول له ايه؟ خطا، هي تقل مش يزيد. رقم 3، ينصح بزياده سرعه المركبات عن السرعه المقرره. غلط طبعا، هو ينصح بعدم زياده سرعه المركبات. رقم 3، اختر الإجابة الصحيحة، عندما تصطدم بلوحة إشارة وأنت تجري قد تتوقف عن الحركة أو ترتد عكس اتجاهك أو تهتز اللوحة أو جميع ما سبق. وأنت بتجري
اه وانت بتجري ممكن كل ده يحصل للوحة، يعني انت ممكن تتوقف عن الحركة لو خبطت في اللوح، وممكن كمان ترتد عكس اتجاهك يعني ترجع لورا عكس الاتجاه وتقع، او وكمان اللوحة هتهتز يبقى جميع ما سبق. عندي بعد كده رقم 2، عند زيادة سرعة السيارة الى الضعف، لما السرعة تزيد للضعف نقط طاقة حركتها، اللي يحصل لطاقة الحركة هنقول له لما السرعة بتزيد بتزيد طاقة الحركة، بنقول له تزداد طاقة الحركة. عندي بعد كده رقم 3، كلما زادت القوة المؤثرة على جسم نقط سرعته، كل ما تزيد القوة اللي يحصل للسرعة تزيد السرعة، يبقى زادت سرعته. طيب رقم 4 يقول لك ماذا يحدث في الحالات الآتية. رقم 1، زيادة قوة إسقاط كرة صلصال على ورق مقاول، لما يزيد قوة الإسقاط هنقول له يحدث تأثير أكبر في الكرة، أو الكرة تتأثر بشكل كبير، تمام كده، والعمق كمان اللي بيحدثه المسمار في الكرة بقى أكبر، تمام. طيب عندي بعد كده رقم 2، اصطدام دراجة بطيئة بشخص ما، يبقى لو عجلة ماشية ببطء واصطدم بشخص هنقول لا يكون التأثير كبير أو لا يتأثر الشخص في الغالب يعني. عندي بعد كده رقم 3، زيادة كتلة السيارة بالنسبة لطاقة حركتها، لما تزيد الكتلة بتاعة العربية بالنسبة لطاقة حركتها كل ما زادت الكتلة هنقول له تزيد طاقة الحركة، بنقول له تزداد طاقة حركتها. بعد كده رقم 5، قارن بين حوادث الشاحنات وحوادث الدراجات من حيث الضرر. حوادث الشاحنات بيكون الضرر بتاعها أكبر من الضرر بتاع حوادث الدراجات، لان كتلة الشاحنات بتكون اكبر من كتلة الدراجات. عندي بعد كده رقم 2، سقوط كرة الصلصال ببطء وبسرعة من حيث التغير في شكلها، لما كرة الصلصال بتسقط ببطء بيكون التغير في شكلها اقل والتأثير بتاعها بقى اقل، اما لو سقطت بسرعة بيكون التغير في شكلها بيكون كبير والتأثير على شكلها بيكون اكبر، تمام كده. طيب احنا كده هنقف لحد هنا عشان ما نطولش وقت الفيديو، استنونا في شرح باقي دروس المنهج، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة اللي هو زر الاشتراك، وهتلاقوا جنبه كده علامة الجرس اضغطوا عليها عشان اي فيديو جديد ارفعه يوصل لكم بيه اشعار على طول. كان معكم مستر ابراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.